أخبار اليوم. ولو قلنا في عناوين أهم التحديات اللي محتاجة شغل عليها نعرف هي كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكركم جميعا، بشكر السادة دكتور أشرف والسادة النواب، وبشكر أعضاء الجمعية كلها. فإحنا هنرد على كل الأسئلة. وأول حاجة لما حضرتك تقولي شايفين دور الشراكة ده إزاي، أهم حاجة زي ما حضرتك لسه قايلة دلوقتي، إحنا فريق عمل واحد، ودي حاجة أساسية. الحكومة، مجتمع أعمال، مع مجلس النواب، مع كل الستيك هولدرز، إحنا تيم واحد. ودي أكبر تحدي، إن إحنا نبقى فريق واحد حقيقي، يبقى كلنا شغالين بهدف واحد باستراتيجي واحدة. يعني لو حضراتكم عارفين، إحنا دلوقتي حضرتك قلتي كلمة حوار استهلاكة، هي استهلاكة شكلا وموضوعا، لأن إحنا مش عايزين إن إحنا بس نبقى في حوار، إحنا عايزين نبقى في أفعال. فهي دي حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، إن إحنا نشتغل مع بعض، فإن إحنا نبقى عندنا one strategy، وإن إحنا نقدر إن إحنا نبقى زي ما حضرتك قلتي، في دلوقتي إحنا السلطة التنفيذية، في السلطة التشريعية، إن إحنا نبقى عارفين ان احنا عندنا اجنده تشريعيه، وان احنا بنفعل وبنقدم كل الخدمات اللي بتهيئ مناخ الاستثمار. ده من ناحيتنا كفريق عمل واحد. فهو ده اكبر تحدي انا شايفاه، ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشتغل كتيم واحد كلنا، فنقدم حلول، نبقى بوزيتيف ونبص لقدام. في تحديات، يعني احنا كلنا عارفين ان احنا عندنا تحديات جامده جدا. والفتره اللي فاتت كنا احنا بنقوم دوله، وكان مهم جدا ان احنا يبقى في استقرار. فعايزين ان احنا يبقى في نبقى احنا وان تيم وبوزيتيف لقدام. واحنا ان هو عايزين دكتور اشرف معانا، ومهندس محمد، ودكتور احمد. فاحنا يعني لو احنا عندنا كل المجموعة وفريق العمل الموجودين هنا، فانا بصراحة قبل ما نخش القاعة عندي تفاؤل جامد جدا. قعدنا بره كنا بنتكلم مع اعضاء من الجمعية، وبصراحة كلهم عندهم افكار هايلة. فهو ده اللي احنا عايزين ان احنا نعمله، احنا مش بس نتكلم مع بعض، لا احنا عايزين ان نشتغل مع بعض.